بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب بيليغي كومبخوندر. طبعا كنا قد انتهينا مع لاكوي دي شامبينيون. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى نصا آخر. Pour l'instant, nous allons voir un autre texte. C'est un texte composé de plusieurs questions, ou bien c'est un texte sous forme de plusieurs questions. إذا نتكلم هنا عن نص مكون من عدة أسئلة، أو نتكلم عن نص على شكل مجموعة أسئلة. إذن كما نلاحظ عندنا un terrible orage، un terrible orage. إذن عندنا كما نقول عاصفة مرعبة، عاصفة مرعبة. أحيانا نتكلم عن la terreur، la terreur. إذن نتكلم عن الرعب. إذن طبعا هنا سنرى هذا النص الذي هو عبارة عن مجموعة أسئلة. C'est un texte sous forme de plusieurs questions auxquelles nous allons répondre. Comment va-t-on répondre à ces questions? Bien sûr, en se basant sur les deux images que nous allons voir. On a la première image, comme nous le voyons. Après, on a la deuxième image. Après, on a la deuxième image. Regardez-la. Alors, nous allons répondre à ces questions en se basant sur ces deux images. سنجيب عن هذه الأسئلة بالارتكاز على هاد الصورتين. Avant d'entamer le texte, nous prenons d'abord ces mots. On a terrible, terrible. كما قلنا مرعب. Ensuite, on a monsieur, monsieur. كما واحد أنا تكتب monsieur. ولكن تنطق monsieur, monsieur. سيدي أو السيد. أو السيد كما عندنا هنا. ثم عندنا un pommier, un pommier. On parle de l'arbre qui donne des pommes. On parle de l'arbre qui donne des pommes. إذا نتكلم عن الشجرة التي تعطي فاكهة التفاح. إذا تسمى un pommier. Ensuite, on a les fruits. Les fruits, les fruits. إذا نتكلم عن الفواكه. ثم عندنا le verbe cueillir. Cueillir. إذا نتكلم عن فعل قطف أو جنى كما رأينا فيما سبق. Ensuite, on a combien. Combien. كم. Combien coûte ce stylo? كم يساوي ثمن هذا القلم؟ Combien كم؟ ثم عندنا le vêtement. Le vêtement. إذا نتكلم عن اللباس. Le vêtement. بعد ما نتكلم على le vêtement. الألبسة. ثم عندنا le verbe se servir. Se servir. طبعا le verbe servir أنك تخدم أشخاصا مثلا. ومن مثلا les services كما نقول المصالح أو الخدمات. هنا طبعا نتكلم على الفيرب سو سيرفير كما نقول انك تخدم نفسك، ولكن المقصود به هنا انك تستعمل شيئا لكي تخدم نفسك. كما سنرى نقول مثلا il se sert d'une échelle. اذا سيستعمل سلما. il se sert d'une échelle pour monter par exemple. pour monter par exemple dans l'arbre. pour monter par exemple dans l'arbre. هو يستعمل سلما لكي يصعد إلى الشجرة مثلا. ثم عندنا sans échelle. sans échelle ممكن نقول مثلا avec échelle يعني بالسلم. نتكلم عن شخص أنه يعمل بالسلم، يستعمل السلم. وممكن نقول مثلا sans échelle بدون سلم، يعني بدون أن يستعمل السلم. ثم عندنا le premier étage. le premier étage إذا نتكلم عن الطابق الأول. le premier étage نتكلم عن لو ريتشوسي مثلا. اذا نتكلم عن البنايه الموجوده على الارض تسمى لو ريتشوسي. لو ريتشوسي. ثم بعد لو برومي ايطاج، لو دوزيام ايطاج، لو تخوازيام ايطاج، الى غير ذلك. ثم عندنا لي دو زوطخ. لي دو زوطخ. اذا نتكلم عن الاثنان الاخران. الاثنان الاخران. نتكلم عن اشياء، نتكلم عن اشخاص، ثم نقول لي دو زوطخ. الاثنان الاخران من غير هادو، من غير هؤلاء، غير هؤلاء او غير هذه الاشياء. ثم عندنا il n'a plus besoin d'échelle. il n'a plus besoin d'échelle. اذا هو لم يعد عنده حاجه. il n'a plus. il n'a plus besoin. اذا هو لم تعد عنده حاجه d'échelle للسلم. ما بقاش عنده الغرض بالسلم. ما بقاش عنده الغرض بالسلم. إذا كما قلنا أن تغيب الأوراج. إذا نتكلم عن عاصفة مرعبة. مسيو لاكلير أبيت على كومبان.
إذا السيد لاكلير أنه يقطن على كومبان، يقطن في البادية دوفون سا ميزون أمام منزله، إليا أن بومي كوفير دو فخوي. إذا أمام منزله هناك أن بومي، هناك شجرة تفاح كوفير، أنها مغلفة كما نقول، مغلفة دو فخوي، مغلفة بالفواكه. لي بوم سون ميغ، لي بوم سون ميغ، سون ميغ. إذا نتكلم عن مجموع التفاح الذي تنتجه الشجرة سون ميغ، أنها ناضجة. إذا نتكلم عن التفاح أو فاكهة التفاح، أنها ناضجة، أنها ناضجة. إذا كما قلنا مسيو لاكلير أبيت، طبعا هنا عندنا لو فيرب أبيتي، إيسي هنا لو فيرب أبيتي كونجوغي أو بريزون، إذا هو مصرف البريزون مصرف الحاضر على كومبان، أبيت على كومبان، إذا هو يقطن في البادية. دوفون سا ميزون، كان ممكن نقول مثلا ديغيغ سا ميزون، خلف منزله، ولكن هنا عندنا دوفون سا ميزون، أمام منزله، أشنو كاين قدام المنزل ديالو؟ إليا أن بومي كوفير دو فخوي، هناك شجرة تفاح كوفير، كوفير، مليئة، ولكن هنا ما عندناش مليئة، عندنا مغلفة. بعد مرة تنتكلمو على لا كوفيرتيغ، تنتكلمو على الغلاف، غلاف الكتاب يسمى لا كوفيرتيغ، ممكن نتكلم عن لا كوفيرتيغ دالي، غلاف سرير مثلا، أو نتكلم على لا كوفيرتيغ، إذا نتكلم عن الغطاء يسمى لا كوفيرتيغ، أو أي شيء يغطي يسمى لا كوفيرتيغ. ومنها مثلا كلمة لو كوفيركل، لو كوفيركل يعني غطاء الإناء أو غطاء القدر يسمى لو كوفيركل. إذا عندنا هنا إليا أن بومي، إذا هناك أمام منزلي هناك شجرة تفاح كوفير، أنها مليئة. طبعا هنا عندنا لو فيرب كوفريغ، عندنا لو فيرب كوفريغ فعل غلافة، إذا هي كوفير أنها مغلفة، المقصود أنها محاطة دو فخوي، محاطة بالفواكه. أكيد أننا نتكلم عن فاكهة التفاح، لي بوم سون ميغ، التفاح كما نقول هنا هم، نتكلم عن مجموعة التفاح، أنهم ميغ، أنهم ناضجون، إذا التفاح أنه ناضج. ثم عندنا مسيو لاكلير سو بريبار أليكوييغ، مسيو لاكلير سو بريبار أليكوييغ، إذا السيد لاكلير سو بريبار أنه يتهيأ. طبعا بعد مرات نتكلموا على لو فيرب بريباري، بارفوا نبارل دو فيرب بريباري، بريباري كيلكو شوز، باغ إكزومبل أون بو بريباري لوروبا، أون بو بريباري لوروبا، لوروبا دو سوار باغ إكزومبل. إذا نتكلم عن وجبة المساء مثلا، هنا تنتكلموا على لو فيرب بريباري، ولكن هنا كما عندنا هنا في النص تنتكلموا على لو فيرب سو بريباري، كما نقول هيأ نفسه. إذا مسيو لاكلير سو بريبار، السيد لاكلير أنه يهيئ نفسه، أنه يتهيأ بمعنى آخر، أليكوييغ لاقتطافهم، لاقتطافهم هادلي. المقصود هنا مسيو لاكلير سو بريبار أكوييغ لي بوم، لي بوم. إذا باش منعاودوش هاد كلمة لي بوم، خضينا هاد الضمير التي عوض لنا هاد لي بوم. إذن مسيو لاكلير سو بريبار أليكوييغ، إذن السيد لاكلير أنه يتهيأ أليكوييغ لاقتطافهم. هنا خاصنا نردو البال واحد القضية، هنا تنتكلمو على لو فيرب كوييغ، بعد مرات تنتكلمو على لو فيرب أكوييغ، أكوييغ يعني فعل استقبل، ومنها مثلا لاكوي، لاكوي استقبال. هنا متنتكلموش على لو فيرب أكوييغ، تنتكلمو على لو فيرب كوييغ، فعل جنى أو فعل قطف. بور لا بخومييغ كيسيون، بور سيت كيسيون لا، أون كومبيا دو بو دو فلور، دو فلور فواتو دوفون لا بورت، كومبيا دو بو دو فلور فواتو دوفون لا بورت. Pour répondre à cette question, bien sûr, nous allons prendre la première image. Alors, combien de pots se trouve-t-il devant la porte? Combien de pots de fleurs y a-t-il devant la porte? Et donc, combien de misériettes azar toujit à même le bébé?
comme nous le voyons, on a deux vases. On a deux vases ou bien on a deux pots de fleurs. إذن عندنا جراتي أزهار. إذن عندنا جراتي أزهار. Il y en a deux. Il y en a deux. يوجد هناك اثنان. Voilà, c'est la réponse pour la première question. Nous passons à la deuxième question. Combien de pots de fleurs Monsieur Leclerc a-t-il mis à la fenêtre du premier étage Combien de pots de fleurs Monsieur Leclerc a-t-il mis à la fenêtre du premier étage إذن كم من combien كم de pots de fleurs كم من جرات أزهار Monsieur Leclerc السيد Leclerc a-t-il mis هو وضع طبعا هنا عندنا Monsieur Leclerc أمي Monsieur Leclerc أمي On a ici le participatif du verbe mettre précédé de l'auxiliaire avoir au présent. Alors là, on a le passé composé du verbe mettre. Et donc, on a indana, le passé composé le khas bi fi'l mettre. Taban tikun adna le participe passé masbouq bi l'auxiliaire. Taban hna adna l'auxiliaire avoir. Li'anna monsieur Leclerc sayada'u shay'an akhar wa la yada'u nafsahu. Wa la yada'u nafsahu. إذا وضع نفسه إذا كان سيضع نفسه فهذه الحالة غيتصرف الفعل مع إتخ ولكن هنا هو سيضع شيئا آخر إذا كومبيا دو بو دو فلوغ مسيو لاكلير آتيل مي على فونيتر دي بخومي إتاج إذا كم من جرات أزهار السيد لاكلير آتيل مي إذا السيد لاكلير أنه وضع على فونيتر عند النافذة عند نافذة دي بخومي إتاج الطابق الأول الطابق الأول عند نافذة الطابق الأول إذا كم من جرة سيد لاكلير أنه وضع عند نافذة الطابق الأول De la même façon, pour répondre à cette question, nous reprenons à nouveau la première image. Voilà, c'est la première image. Oui, le premier étage. أين هو الطابق الأول Comme nous l'avons dit, ici on a le rez-de-chaussée إذن هنا عندنا ما نسميه لوغيت شوسي إذن نتكلم عن البناء الذي يوجد في أسفل العمارة أو في أسفل إقامتنا إذن يسمى لوغيت شوسي alors là on parle du premier étage et on pose la question combien y a-t-il de pots de fleurs monsieur Leclerc a-t-il mis à la fenêtre du premier étage إذن كم من جرة أزهار سيد لكلير أنه وضع في نافذة الطابق الأول. Voilà, c'est la fenêtre du premier étage. Regardez là, ce sont les pots de fleurs désignés. إذا نتكلم هنا عن جرات الأزهار المذكورة أو المشار إليها. Désigné. بعد مرة نتكلم على désigné. Désigné un ministre. إذا نتكلم عن تعيين وزير. Désigné un ministre. إذا عين وزيرا. إذا هنا ممكن أن لو فيرب ديزيني ممكن أن يعني أشارة. لا ريبونس إي إلي أون تخوا. مسيو لاكلير أني تخوا بو دو فلور على فونيتر دي بخومي إتاج. إذا السيد لاكلير أنه وضع ثلاثة جرات أزهار عند نافذة الطابق الأول. سي لا ريبونس بو لا دوزيام كيستيون. نو باسون على تخوازيام كيستيون. كوني تي لو نو دي زوبجي أكروشي Sur la corde. Connais-tu le nom des objets accrochés sur la corde? Connais-tu? Elle ente tarif. طبعا هنا عندنا le verbe connaître. Connais-tu? Elle ente tarif. Connais-tu? طبعا نتكلم هنا le verbe connaître كما قلنا ومنا la connaissance. المعرفة. Connais-tu le nom des objets accrochés sur la corde? اسم الأشياء accrochés المعلقة. Sur la corde. على الحبل. هل أنت تعرف اسم الأشياء المعلقة على الحبل؟ Pour répondre à cette question, alors là, il faut chercher tout d'abord où se trouve-t-il la corde. إذن أولا علينا أن نبحث عن أين توجد لا كورد. Où est la corde sur l'image. إذن أين هي لا كورد؟ أين هو الحبل؟ Sur l'image. على الصورة. La voilà. Voilà, c'est la corde. Voilà, c'est la corde. Alors là, connais-tu le nom des objets accrochés sur la corde? هل أنت تعرف اسم الأشياء المعلقة
على الحبل. احيانا نتكلم عن لولانج لولانج، اذا نتكلم عن الأقمشة موضوع التسخين. احيانا نتكلم عن الأتواب الى غير ذلك المتعلقة مثلا بالسرير، اذا نتكلم عن لولانج دالي لولانج دالي. كما نقول هنا أقمشة سرير. كونيتو لو نو دي زوبجي اكروشي سور لا كورد. نبرونو تو دابور لو بروميي اوبجي، اذا ناخذ الشيء الاول. هل انت تعرف اسمه؟ حسب كما سنرى النص، اذا هذا ستموشوار. كما نقول منديل اموشوار. لو دوزيام اوبجي الشيء الثاني يسمى ممكن نقول اون سيرفييت. كما نقول فوطة اون سيرفييت، كما نقول فوطة سي لا ميم شوز بور لو تخوازيام. اذا نفس الشيء بالنسبه للشيء الثالث. بور لو كاتخيام اون بو دير كو سي اون فوال. اذا نتكلم هنا عن ازار، نتكلم هنا عن غطاء الشعر، اذا نتكلم هنا عن قماش الى غير ذلك. ثم عندنا لو سينكيم اوبجي. لو سينكيم اوبجي ممكن نقول مثلا كو سي اون شوميز. اون بو دير كو سي اون شوميز. اون شوميز ممكن ان يكون قميص. اون فا اون لا كيلوت لا كيلوت. اون فا اون لا كيلوت، اذا نتكلم عن هذا السروال القصير اذا يسمى لا كيلوت. ممكن ان تكون هناك اسامي اخرى لهذه الاشياء، اذا ممكن اننا نسقطها على مجموعه من الالبسه التي تشبهها ثم نجد اسماء اخرى. نبخون لا كاتريام كيستيون بور مونتي دون لو بومي. بور مونتي دون لو بومي مسيو لاكلير va-t-il se servir d'une chaise pour monter dans le pommier. Monsieur Leclerc va-t-il se servir d'une chaise et dans les sauts pour monter dans le pommier من أجل الصعود. كما نقول هنا في شجرة التفاح، إذا للصعود في شجرة التفاح، إذا للصعود إلى شجرة التفاح. مسيو لكلير مسيو لكلير، إذا السيد لكلير va-t-il se servir، هل هو سيستعمل كما ذكرنا فيما سبق سو سيرفير سو سيرفير دو سو سيرفير دو، إذن استعمل كذا. إذن مسيو لكلير va-t-il se servir d'une chaise، هل السيد لكلير va-t-il se servir، هل هو سيستعمل d'une chaise سيستعمل كرسيا، هل هو سيستعمل كرسي من أجل الصعود إلى شجرة التفاح. إذا كما تلاحظوا كما نرويو فوالا سي لو بومي. كو فاتيل فار مسيو لكلير بور مونتي دون لو بومي؟ بيان سور إل فا سو سيرفير دون إيشال. إل فا سو سيرفير دون إيشال، إذا هو سيستعمل سلما. إذا هو سيستعمل سلما إي با أون شاز، إذا هو سيستعمل سلم وليس كرسي. إذا طبعا سنستأنف مع هذا النص ومع هذه الأسئلة بعدما نرى هذه المقدمة لما سيحصل فيما بعد بعد أن تأتي العاصفة. ستصبح عندنا طبعا صورة أخرى تتمثل في هذه الصور التي عندنا هنا. كما نلاحظ كل شيء قد سقط بما في ذلك التفاح. إذا طبعا سنلتقي في الفقرة القادمة لنكمل هذا الأمر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.